مشاهدينا الكرام، مساء الخير، مساء الإشراق، مساء البهجة والفرح والسعادة. حلقة جديدة من حلقاتنا طبعا في الخيمة. الخيمة للنهاردة بتتغير معالمها تماما، لأنها خيمة مفعمة ببهجة العيد. كل سنة وأنتوا طيبين، وكل سنة اللي بيشوفونا يا رب يكونوا بأسعد حال، ويعني كل أحوالهم تكون مرضية يا رب يا كريم بإذن الله. بحييكم طبعا مشاهدينا، وبحيي طبعا زميلي العزيز سامح. أهلا بك يا سامح. كل سنة وأنت طيبة، كل سنة ومصر كلها طيبة، وعيد سعيد علينا كلنا. عجبتنا قوي كلمة الخيمة بتتغير ملامحها. الخيمة سابت فينا ذكريات حلوة قوي. طول الشهر كنا بنقابل الفلاحين، كنا بنتكلم معاهم، شفنا قد إيه الطيبة وقد إيه البساطة. أظن إن هي برضو سابت عندك انطباع حلو. صحيح، يعني الحقيقة خيمة رمضان النهاردة في قناة مصر الزراعية كانت مميزة جدا. اتكلمنا فيها في كل حاجة، الحقيقة ما سبناش ولا حاجة، مش عشان احنا قناة متخصصة في المجال الزراعي فيعني بقينا او ان احنا يعني نبقى موجودين في زاوية معينة، لا، احنا انطلقنا من الخيمة بتاعتنا دي لحاجات كثيرة. او اتكلمنا عن الفن، اتكلمنا ايضا عن السياسة، اتكلمنا عن الاجواء الايمانية والروحانية اللي موجودة في شهر رمضان الكريم. فبقت الخيمة عندنا ما هياش متخصصة ابدا، لا، دي خيمة بتجوب كل محافظات مصر. اتأكدنا كمان من مدى الوعي اللي موجود عند الفلاح المصري. لما نسمعه بيتكلم في السياسة وبيتكلم في الاقتصاد وبيتكلم في مستقبل مصر، وشفناه دلوقتي نظرته اتغيرت للمرأة، وعاوز يشوف المرأة عنده أقوى ومفيدة للمجتمع أكتر من زمان. يبقى دي حاجة نفتخر بها كلنا. وبعرضه كان عندنا فرصة جميلة قوي إن احنا في الخيمة الرمضانية كنا بنستمع إلى الإنشاد، وبنتعرف على الفن الجميل ده، والإنشاد الديني والابتهال استمتعنا بيه، وسمعنا كلمات كلها روحانية وإيمانية. أكيد إحنا كنا محتاجينها في الفترة دي علشان تدينا طاقة نكمل بها لطول السنة. صحيح. الحقيقة يا سامح، زي رمضان ما بيبدأ بفرحة وبينتهي أيضا بفرحة وبهجة اللي هي عيد الفطر المبارك، زي ما رمضان أيضا كمان بيبدأ بالابتهال والإنشاد الديني، وحابين كمان إن إحنا كمان نعيش في هذه الأجواء. يعني ما نخليش الابتهال يبعد عننا كتير. صح. لأن الإنشاد له معاني، حاجات يعني بيحمل فطياته يعني حاجة في غاية الروعة. كلمات في حب الله، كلمات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، في أيضا شوية أنا حسيت إن هو تهذيب للنفس. يعني لما نقعد نفكر في الكلمات دي ونحفظها بتقربنا من ربنا، بتخلينا مقبلين على الله سبحانه وتعالى، بنحبه أكتر. فكان إحساس جميل قوي لما بنسمع كلمات بسيطة جدا خارجة بصدق وإحساس من قلوب من قلب المنشد اللي موجود معانا، وكانت آلات بسيطة جدا بتساعده. كان عنده صوت قوي جدا، إحساس جميل وعالي، فده انعكس على جمال الأداء وأيضا استمتعنا بيه. صحيح. طب ما تيجي نستمتع مرة تانية، إيه رأيك سامح؟ النهاردة يعني في الخيمة، لكن اتغيرت ملامحها زي ما نادية قالت. النهاردة بنحتفل بالعيد فيها. يا رب يبقى عيد مبارك وسعيد على الدنيا كلها. وبكررها مرة تانية لأن دي أمنية كلنا بنحلم بها لمصر. صحيح. بالرغم من أن الشهر الكريم المبارك جري بسرعة، ولكن كان هناك أحداث كتير جدا في مصر. أحداث سياسية وأحداث أثرت في نفوسنا، وأحداث كانت جميلة، منها قرارات قوية للإرادة السياسية اللي موجودة دلوقتي، وأيضا أحداث كانت صعبة علينا شوية. أنا مش عاوز أتكلم فيها بالتفصيل دلوقتي وإحنا في العيد، ولكن اللي بيخليني أفرح إن الشهداء يهنون بالجنة. صحيح. دي حاجة إحنا نفتخر بيها، وبندعي لهم بالرحمة وبالمغفرة، وإن هما فعلا نحسبهم عند الله شهداء. دي تخلينا إن إحنا سعداء بيهم، ونقول إن هما بيحتفلوا بينا أو بيحتفلوا معانا بالعيد. الحقيقة يعني إحنا، أنا وإنت وكل المصريين، بنتوجه لكل شهداء مصر العزيزة ومصر الكنانة، بنتوجه لهم وكمان لكل الأهالي يعني بهذه التحية العظيمة، التحية اللي من قلوبنا كلنا، كلها إجلال واحترام وإكبار وتعظيم لكل شهيد ولكل مواطن بيسهر دلوقتي على حماية أراضي مصر المباركة. مشاهدينا الكرام، زي ما قال سامح، احنا هنستمتع مرة أخرى بالإنشاد الديني والابتهال الديني أيضا. هيكون معنا نساء إن شاء الله يسامح، بعد هذا الفاصل هيكون معنا شخصيتين من هذا المجال. مفاجأة، لأن أنا في هذه الفقرة بالذات ما بحبش أعرفها ولا أقدمها. دايما بفتخر إن هما بيقدموا نفسهم الأول بصوتهم الجميل وبكلماتهم الرقيقة، وبعد كده نبتدي نتعرف على الاسم وعلى الهوية، لأن أنا يهمني أكتر المضمون بتاع الإنسان اللي أنا قاعد معاه. أيضا مش هننسى الفلاحين. الفلاحين لهم دور كبير جدا في الخيمة، وهم أساسا
أبطال هذه الخيمة الرمضانية. نعم. هيكون معانا برضو لقاء مع الفلاحين عشان نسمع منهم في العيد استفدنا إيه من رمضان، عايزين نكمل البطاقة اللي موجودة عندنا الإيمانية. نعم. عايزين نبني مصر، عايزين نكمل المشوار اللي احنا ابتديناه مع بعض. وأكيد بنستفيد منهم كل مرة بنقعد معهم. نعم. الحقيقة الفلاحين فلاحين جمهورية مصر العربية، احنا منكم وإليكم وأبدا لا يمكن ننفصل عنكم، ولكن مشاهدي الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير، طبعا رجع لكم في هذه الخيمة المفعمة بالبهجة بعيد الفطر المبارك. مشاهدينا ضيوفنا الكرام اللي منورنا النهارده في جلسه هذه الخيمه، واللي هيسعدونا الحقيقه باصواتهم وبفنهم الرائع والجميل، استاذ عمر فرحان عبد المجيد، اصغر مبتهل في الاذاعه المصريه. برحب بحضرتك يا استاذ عمر. يا مرحب بحضرتك يا فندم، وكل سنه والساده المستمعين المشاهدين بخير، وكل سنه وحضرتك طيبه واستاذ سامي. واخد على المستمعين صحه وسلامه ومنورنا. اصغر مبتهل سنا لكن كبير في المقام عندنا وبفنك الجميل وباخلاقك الحلوه. ربنا يخليك يا رب يا فندم. برضه الاستاذ عبد الرؤوف جبل الله احمد، عازف ايقاع. النهارده احنا سعداء جدا بوجودك معانا، وبتكمل هذه الامسيه الجميله في العيد علشان نقدر نستمتع اكتر بهذا الانشاد الديني. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. وانت بصحه طيب. لو حبينا نبدا معاكم النهارده في العيد، وتسمعونا ايه؟ حاجه عن العيد ولا حاجه نودع بيها شهر رمضان؟ وانتوا نفسكم في ايه؟ هنقول هلت ليالي حلوه وهنيه. هلت ليالي حلوه وهنيه. طيب. طبعا الفنان العظيم استاذ الراحل استاذ فريد الاطرش. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي. ليالي هلت ليالي، ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها، ليالي حلوة نشتاق إليها، ليالي وفيها ليلة الله عليها، القدر فيها الله أكبر يوعدنا بيها، الله أكبر القدر فيها، الله أكبر يوعدنا بيها، الله أكبر يا ربي توبة في العمر نوبة، يا ربي في العمر نوبة، وتكون قريبة تسعد أمالي. هلت ليالي هلت ليالي، هايل وحلوة قوي، بس طبعا هي هلت ليالي وبرضو ولت ليالي كمان. يعني الحمد لله، يعني الحمد لله شهر رمضان كان شهر خفيف و ولطيف، يعني كان نفسنا يبقى وكان خفيف قوي كمان، مش كده؟ كان نفسنا نطول معانا اكتر من كده من كتر ما بنستمتع في رمضان،
بالإيمان وبالروحانيات اللي موجودة وبالعادات والتقاليد الحلوة وبلمة الشعب كله. صحيح. طبعا النهاردة أنتم موجودين معانا بنسمع منكم فن جميل جدا وبيستمتع به المشاهدين أيضا، لكن برضو في جوانب أخرى أنا عايز أتعرف عليها، يعني حب حضرتك للإنشاد الديني والبداية كانت إزاي؟ البداية كانت من الأسرة أو من النشأة في البيت، يعني عن طريق والدي الشيخ فرحان عبد المجيد المبتهل بالإذاعة والتلفزيون. يعني هو نمى في الحب الإنشاد والابتهال من خلال سمعنا لقراءة القرآن ويعني الإنشاد الديني وكده، وإحنا نفس ظروف واحدة، يعني كمان والدي كفيف وكده، فكنا دايما يعني مع بعضنا قدام التسجيل في الحفلات حتى من وانا صغير يعني. ومن خلال سمعنا كمان للمطربين وكده حبنا أو حكاية الإنشاد ومدارس الإنشاد عامة. ومن خلال بقى ما أنا بدأت أسمع والدي وكده ودراستنا بعد كده للمقامات الموسيقية فبدأنا بقى نسمع المنشدين الكبار، بدأت أخد منهم جمل وحبيت الموضوع. طبعا أستاذي في هذا المجال من الناس القدامى يعني الشيخ محمد عمران، من الناس اللي أنا حبيت يعني برضو الإنشاد على يديهم. نعم. طيب عمر، يعني أنت في التقديم بتاعك أنت اسمك أو ليك لقب أن أنت إلى الآن أنت أصغر منشد أو مبتهل ديني موجود في مصر. أنت ابتديت من سن كام؟ يعني أنا شايفة أن طبعا أنت سنك دلوقتي صغير، لكن أكيد أنت مبتدي من زمان زي ما بتقول أنت مع الوالد موجود من أيام التدريب بتاعه، من أيام التسجيلات اللي كان بيعملها. كان من إمتى بالضبط؟ في بداية ما يعني ما بدأت أبتهل كان في حدود 5-6 سنين، يعني كنت باخد جمل من والدي وكده وأقولها. 5-6 سنين كان عندك كم سنة بقى يا عمر؟ لا أنا كان عندي 5-6 سنين. كان عندك 5-6. طب ده هايل. وانت دلوقتي عندك كم سنة؟ ولا مش هتقول؟ لا لا عادي. عندي 19 سنة. ما شاء الله. يعني 14 سنة تاريخ شيء جميل جدا، تاريخ في السن الصغير ده. ابتدى من 5 سنين دلوقتي 14 سنة. أنا عايز أقول لك على ملحوظة يعني حسيتها. أنت غنيت أو أنشدت ليالي حلوة وهنية وهي معروفة وبنسمعها من زمان، لكن أنا عايز أقولك أن أنت بإحساسك خدتنا المكان تاني خالص وابتدينا نشعر بالكلمات بصورة مختلفة. بتقول ليالي حلوة وهنية، حسستنا وإحنا موجودين معاك بالليالي الهنية فعلا والليالي الجميلة، لدرجة أن إحنا يعني بنتمسك بهذه الليالي ونفسنا أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها ليالي العمر كلها. أنا عايز بقى أنتقل لنقطة تانية خالص. أنا شايف في ترابط ما بينك وما بين أستاذ عبد الرؤوف. بتحسوا ببعض قوي، بيحب الآلة بتاعته جدا لدرجة أنه هو وهو قاعد النهاردة وإحنا بنستضيفه بيفكر هيقعد إزاي، المايك هيبقى فين. مهندس صوت وعازف في نفس الوقت. أستاذ عبد الرؤوف، يعني اختيارك لهذه الآلة بالذات وإيه اللي بيختلف عن العزف المصاحب للإنشاد الديني وأي عزف آخر؟ هو العملية كلها عملية إحساس بالمزيكا اللي أنا بشتغل فيها، مش هي مش 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 مجرد خبط وخلاص. هي مجرد إحساس روحي لإيدي للآلة اللي جنبي مصاحباني، مثلا كان عود أو كان مطرب. بيختلف من الإنشاد الديني بأن أنا مثلا بلتزم بنص معين، لو قال لي مثلا اديني واحده او صنباطي او اي حضرتك آلم. يقصد ان هو يقول لحضرتك هو بيحس بالكلام. ايوه. فكلام طبعا الانشاد يختلف في الاحساس، الايقاع او حركه الايقاع نفسها. أيوه. بتختلف، يعني ما ينفعش مثلا اقول يعني لاجل النبي لاجل النبي، هو مثلا
ترك ترك ترك. أيوه. يعني لازم يديك مساحه. لازم لازم يديني وفي نفس الوقت. لا الفكره مش مساحه، فكره وقار للمعنى، وقار وقار الاغنيه، احترام الكلمات يعني. احترام للكلمات. ما يعني بالنسبه لك استاذ عبد الرؤوف ان الكلمه هي اللي هتديك احساس انا هشتغل ازاي على الاله. الله ينور على حضرتك، الله ينور على حضرتك. يعني انا بشتغل مثلا في اغاني فايزه مثلا، اغاني عاطفيه مثلا، فلازم نمشي مع المجال ده. بس انت خدتني كده في مجال تاني خالص. انت بتكلمنا عن الاغاني العاطفيه. ما انا لا انا هو يقصد حضرتك كل حضرتك الاحساس بيتكلم، الاحساس بيختلف من الاغاني الاغاني. استاذ عبد الرؤوف انا مصره باحساسك بالاله دي، ان انت عندك ترابط غير طبيعي بهذه الآية الآلة. يمكن زي ما قال سامح ان انت ما انتش مش همك انت هتطلع ازاي كصورة قدام الكاميرا او قدام الناس، قد ما انت همك المساحة بتاعت الهواء اللي خلف الطبلة علشان يطلع الصوت طبل مش خبط. لانه انت بتتمرن قبل ما نطلع على الهواء قلت لا ايدي مش حاسة ان انا بطبل، ده انا بخبط، علشان انت مش مدي الآلة وقتها او مش مديها براحة في المكان يعني. قول لي ارتباط ده امتى بيبقى موجود ما بين العازف والآلة بتاعته؟ وليه اخترت الآلة دي بالذات؟ والله على العموم انا الآلة دي اكتشفت فيا عن طريق التخبيط وانا في تانية ابتدائي. نمتها فيا استاذة فاضلة، سبتها من سنين ما شفتهاش، استاذة أبلة شيماء مصطفى. كانت استاذة مزيك عندنا في المدرسة. ثم أستاذ حامد، ثم برضو عمر فرحان عنده خبرة يعني أكتر مني في الإيقاع برضو. أيوه. يعني وأنا حتى في الجامعة حاليا برضو مش 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 المزيكا في روحي. يعني حبا للمجال بعيد عن كل شيء. يعني أنتوا تعاونتوا مع بعض بقالكوا قد إيه؟ يعني أنا شايفة إن أنتوا منسجمين جدا، فأكيد في وقت جمعكوا بينكوا وبين بعض فترة يعني. اولا احنا زمان مدرسه. زمان مدرسه. زمان مدرسه. يعني ابتدائي اعدادي ثانوي. انا اتخرجت ورحت الكليه، وعمر ان شاء الله السنه دي رايح الكليه برضو. ارتبطنا ارتباط اسري مش ارتباط اصدقاء. مش ارتباط فن، ارتبطنا ارتباط اسري، وهو اللي حببنا في الفن. انا ممكن اروح اقعد مع عمر في البيت ونلعب شغل انا وهو كده. استاذ عمر قال حاجه حلوه قوي دلوقتي، قال لاجل النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما نسمعها بقى كلها. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل 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 النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا إلهي الكل كل انت عالم بيا كل كل لاجل النبي لاجل النبي يا الهي كل 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 لاجل النبي لاجل النبي انت عالم بيا كل كل لاجل النبي لاجل النبي يظلموني انت شايف يتهموني حصلي انا في جاه النبي طالب رضاك والنبي انا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي دي القعده حلوه والنبي عند النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي.
رب التوبة يا رب التوبة يا رب التوبة يا رب التوبة يا الصلاة والسلام. هايل قوي ورائع جدا. وكده كلنا كده زي ما الكلمات قالت دعوة ان كلنا كده يا رب ان شاء الله نكون في رحاب النبي قريب قوي يا سامح. يا رب يا رب يا كريم. أمنية والله الأغنية دي او الانشاد الديني ده وما تتوقفش ابدا. حلو بصراحة قوي. يعني الكلمات اللي احنا بنسمعها من سنين طويلة النهاردة احنا فعلا حاسينها معاك بجد. الانشاد الديني غذاء الروح، تربية وتقويم للروح، جميل جدا. يعني أظن أن احنا كلنا لو أحيينا هذا الفن وقويناه وفعلنا دوره أكتر في المجتمع هنقدر نربي الأجيال اللي احنا عايزينها. صحيح، بس احنا مع الأسف احنا الفن ده بيواجه شوية مصاعب يا سامح. يعني أن مبتهل، يعني ناشئ ومبتهل لسه بيحبوا في الطريق. احنا مش بكلم طبعا عن عمر، انا بكلم عن اي مبتهل يعني هو عايز يدخل في هذا المجال عنده شوية صعوبات يا عمر. اولا ان هو مين اللي هيتتلمز على ايديه، دي نمرة واحد. الحاجة التانية انه من الصعب قوي على فكرة انه يتسجل في الاذاعة وانه يصنف على انه مبتهل ومنشد ديني بالفعل. قابلتك الصعوبات دي يا عمر؟ هو انا يمكن انا ما قبلتنيش لان انا يعني اولا من احد الاهتمامات اللي بتهتم بها الاذاعه المصريه والتلفزيون المصري ان يكون المبتهل دارسا للمقامات الموسيقيه لكي يعبر عن الكلمه ومضمونها. تمام. كمان انه ما يعني ما يوجعش المستمع، ما يبوظش ودنه. فدي من اهم الحاجات اللي كان اللي بتهتم بها الاذاعه المصريه والتلفزيون المصري. دي انا ما واجهتنيش الحقيقه، بس هو تقدر حضرتك يمكن عشان الوالد خلاك تقطع نص المشوار بتهيألي. نعم. او عشان من متمكن الموهبة طبعا بتفتح له الباب الاول. لكن في مصاعب يعني صعب انك تقنع حد. هو الموهبة من غير دراسه ما يعتبر. هو دي بقى في ناس يعني الا ما رحم ربي طبعا. بس لازم طبعا يثقلها الاول بالدراسه، لان بتبان قوي ان ده دارس او مش دارس.
لذلك في مبتهلين كويسين دخلوا وطمدوا في الإذاعة طبعا كده يعني إيه ربنا كرمهم يعني. وبعد كده طلعوا في الهواء الفجرات والحفلات وكلام ده بيقولوا مقامات موسيقية يعني ضايعة خالص في الضياع. بيتكشفوا طبعا بس خلاص بقى يعني خلاص هو اعتمد وعدى من عنق الزجاجة طالما سجل الفواصل كويس وعدى بخير يبقى تمام يعني. فعلا في ناس بياخدوا متابعين كمان معهم يتابعوا لهم الموضوع وما يعدوا خلاص. طب هو ما فيش تمرين بعد كده يا عمر؟ يعني انت زي ما بتقول هو اجتاز مرحلة لكن لما بيتحط في المحك او الامتحان الحقيقي بيتكشف زي ما بتقول. لكن هل ممكن المبتهل انه هو يبني على نفسه يشتغل على نفسه فيطور اكتر بحيث انه هو يعني كل يوم او كل فترة بيعمل كده زي صيانة للموهبة بتاعته؟ بيحصل ده اكيد طبعا. ما انا بقول لحضرتك الاساس في الموضوع كله الدراسة. يعني انا ما اقدرش مثلا امسك كاميرا، انا عارف الزراير بتاعتها وكل حاجة بس انا ما اقدرش امسك كاميرا واصور من غير ما انا اكون انا دارس. طب انا هعمل هوجه الكاميرا هنا وقت ايه واوجه الكاميرا على استاذ سامح وقت إيه؟ يعني دي برضو بتبقى ليها دراسة وليها في مناطق عايز تبينها. فلما يكون المبتهل او المنشد دارس بيقدر ان هو حتى بعد كده يتمرن يعمل فوكاليز تمارين صوتية يعني يعيد على الاقل على المقامات الموسيقية ويعمل سولفيج موسيقي يشوف ابعاده الصوتية. مثلا النهاردة انا قادر اقول مثلا صوتي قادر يقول من هنا، بكرة انا صوتي مش قادر يقول من هنا، الحنجرة بتتعب. فلازم يكون عنده دراية كمان هو لو مش دارس يبقى ما عندوش دراية بأبعاده الصوتية. يعني النهاردة حنجرتي تعبانة بس أنا مش عارف أريحها، يعني هقول وكل حاجة بس مش عارف أريح حنجرتي. تريحها إزاي يعني تعمل إيه؟ تمارين يعني ولا لا؟ بتبقى مختلفة في الطبقات، الطبقات الصوتية يعني يحافظ ما على تركبش طبقة مش بتاعتك. ما أركبش طبقة مش بتاعتي ولسه أنت مش مؤهل أنك تطلعها دلوقتي كمان. كمان انا يعني انا بقولها، انا عارف ان انا مثلا النهارده بقولها مثلا بقول طبقه معينه وبقول في الجوابات فوق حلوه قوي. بس انا بكره مثلا حنجرتي حصل فيها ظرف معين انا تعبت. ما في ناس ما بتقدرش تأدي تقول لك انا اصلا انا تعبان. طب ماشي انت تعبان بس ممكن تقول. لذلك اساتذتنا العظماء يعني القدام ما كانش بيفرق معاهم حكايه تعبانه ومش تعبان. هو التعب يبقى باين في صوته لكنه ما راحش من جواه فنان. طب حدود حدود او طموح المنشد الديني؟ يعني انت بتنشد وليك قالب معين بتشتغل عليه واساتذه بتغني او بتنشد الاناشيد بتاعته، ممكن تطور دخل كلمات جديده طبعا تحافظ بيها برضه على الطابع الديني المحترم والجمال في الكلمات لكنه يكون جديد وحديث، زي مثلا لما كنا بنشوف سيد مكاوي زمان او كنا بنسمع الليله الكبيره مثلا، فدي كلها كانت داخله في قالب محترم جدا، بيحتفل بالعيد بيحتفل بالمجتمع ما بنجرحش بيها او كلمات خارجه. فانت ممكن تطور زي كده؟ ممكن طبعا، بس هو يعني احنا دلوقتي معانا كتاب الحقيقه بيحاولوا يطورونا في الكلمات وفي لون الابتهال نفسه. بنحاول نوصل طبعا للشباب دلوقتي ما عادش هيسمع الشغل القديم اللي هو مثلا يعني اللي فيه تخت شرقي بقى وتنوع في المقامات وكلام زي كده. فاحنا بنحاول نطور على اساس ان الكلام يكون متوافق مع العصر وكمان يعني اللحن نفسه بتاع الابتهال يبقى متوافق. لو سمعني شاب مثلا يحب من خلالي الابتهال يقول انا هسمع ابتهال. ايوه لذلك احنا معانا دلوقتي الاستاذ شعراء يعني كبار بيكتبوا لنا ما شاء الله، يعني استاذ محمد علي راشد شاعر اسماعيل جميل، استاذ بدر عبد المجيد، استاذ علي عبد الراضي شاعر من
الصعيد. الناس الحقيقه الشعراء دول حضراتهم يعني بيحاولوا يطوروا لنا في الكلام بما يتوافق مع ظروف الناس العصر. دول يا عمر بيكتبوا بس في الابتهالات الدينيه؟ لا. يعني هم بس شعرهم تصوفي فقط ولا هم بيدوك اللي انت عايزه ولكن هم بيكتبوا في حاجه ثانيه؟ هم بيكتبوا في حاجات ثانيه طبعا. هم بيدوني شغل ديني وشغل غير ديني. انا بقول كل الحاجات يعني. طب ايه اخر حاجه بقى ادوها لك وانت حبيبها قوي وممكن نسمعها النهارده؟ ممكن هقول من كلمات استاذ محمد علي راشد: بشوفك في الوجود اوصاف. طبعا كلام ده اللحن ده لحني. انا عايز اقولك انت قلت اولا العنوان بتاع الشعر ده او الابيات دي العنوان لوحده كفايه. هو خلانا سكتنا نتخيل يعني يبين مدى قوه الكلمات ومدى تمكن الشاعر اللي كتب الكلمات دي. فده لوحده كفايه ان هو يشدنا ان احنا نسمعه. هو اول ما قال لي بشوفك في الوجود اوصاف وهو اللي ملحن. وهو قال لي بشوفك في الوجود اوصاف. قلت ايه اللي بشوفك في الوجود اوصاف؟ قلت له ماشي طب كمل. اول ما كمل انا الحقيقه انا اكن لهذا الشاعر كل التقدير والاحترام لانه من الشعراء اللي ما بيكتبش كلمه ملهاش لازمه. كل كلامه يعني يوزن بالذهب زي ما بيقولوا. لا احنا بقى مشتاقين نسمع قوي وشوقتنا فعلا عايزين نسمع. اولا اللحن ده لحني. بشوفك في الوجود أوصاف، بشوف في الخلق ليك ألطاف، بشوفك في الوجود أوصاف، بشوف في الخلق ليك ألطاف، في لون الليل وإحساسه وناس في الصبح بيقاسوا، في لون الليل وإحساسه وناس في الصبح بيقاسوا، وطفل جميل معاه أمه بتحضن فيه وبتضمه، وطفل رضيع معاه أمه بتحضن فيه وبتضمه، ظهر جميل ومتندي تشوفه النسمة وتهدي، وطفل جميل وظهر جميل ومتندي تشوف النسمة وتهدي. بشوفك في الوجود أوصاف، وأشوف في الخلق ليك ألطاف، بشوفك في الوجود أوصاف. كمال الكون وله أشكال على ألوان بمليون حال، وكل جميل عيوني معاه بتوصف فيه جمال الله. كمال الكون وله أشكال على ألوان بمليون حال، جميل عيوني معاه بتوصف في جمال الله. وقدرة عظيمة بنشوفها ما يقدر حد يوصفها، وقدرة عظيمة بنشوفها ما يقدر حد يوصفها، تهز القلب له في علاه تقول نرجع بقى. بشوفك في الوجود أوصاف، وأشوف في الخلق ليك ألطاف، بشوفك في الوجود أوصاف. إيه رأيك يا سامي؟ هايل جدا.
يعني مهما تكلمت انا مش هعرف اتكلم زي ما انت بتنشد. انا على فكره مبهوره من اللحن قوي يعني بجد حقيقي والله مش عشان انت قاعد بس انا عندي اللحن في حد ذاته يا سامح في اي اغنيه انا بحس ان انا واقفه قدام اعجاز لا له اول ولا اخر. انا مش عارفه ازاي اي ملحن بيبدع لحن احساس بالكلمات عالي جدا. الاحساس ده خلاه يخرج اجمل ما عنده في الالحان وينشد هذه الكلمات الجميلة. صحيح. اللي أظن إحنا شفنا طبقة الصوت العزف بسيط جدا مش مغطي على صوته لكن بيخدم على الكلمات بطريقة بتخلينا نحس بالكلمات أكتر فده شيء مش موجود دلوقتي. ده يخليني أتنقل بقى لعبد الرؤوف. عبد الرؤوف دائما الأغنية اللي بيبقى فيها إيقاعات كتير بتخفف قيمتها الفنية لكن بتبقى أسرع في إنها توصل للمتلقي أو للجمهور وبتعلم عند الجمهور أكتر. يعني دائما ما بتلاقي انه في اغاني اناشيد حاجات كده قيمتها الفنيه مش قوي لكن تلاقي ليها صدى رهيب. يمكن علشان الايقاع هي كلمه السر في الموضوع ده ولا احنا كده ظالمين الايقاع معانا؟ لا هو الريتم عامه سواء سريع او بطيء بيدي احساس للانشاد الديني عامه بالذات مع الطريقه الصوفيه. يعني انا الافضل اللي انا ما اقولش اناشيد بدون ايقاع بمعنى اللي انا بتفاعل بجسم حتى يعني في حتى ليهم مش عارف اسميها رقصه او اسميها بيتمايل مع بيتمايل نفسه بالذات مع احساسه بالايقاع. ما هو يكون ان هو يتمايل ده رتم ماشي مع الايقاع ده غصب عنك صح؟ ما هو رتم ده احساس ما هو ده صحيح. طالما احساس يبقى خلاص ده اتلغى طالما ده اشتغل يبقى ده اتلغى صحيح. فهو بيتمايل مع الرتم بطريقة إحساسه مع الإيقاع وتفاعل الإيقاع مع المزيكا. كمان الجمهور بيحب الحاجة البسيطة يعني هو عشان كده الجمهور دايما الحاجات اللي تلاقيها فيها فرح وكلام زي كده. الشعب المصري عندنا ده يعني تراث من قديم حتى دايما الأغاني اللي معروفة الفلاح القديمة دي كنا نلاقي دايما يعني ألحانها خفيفة وما فيهاش اعجاز بس يوم حابين اللحن البسيط والكلمه البسيطه كمان الريتم البسيط. نعم بس في حاجه بقى انا لاحظتها كل فنان بيبقى نفسه يظهر ويطلع موهبته. لما سمعت الاستاذ عبد الرؤوف بيتكلم بيقول انا ممكن اهدى بالريتم بتاعي عشان ادي مساحه للكلمات وخصوصا لما تكون كلمات ليها مدلول ايماني او روحانيات فهو بيهدى وبيستناها. فده يدل ايضا على التواضع وان هو بيحب الشغل ده بيحب الفن ده عاوز يخرجه باحلى صوره مش يظهر لمجرد الظهور. صحيح صح ولا ايه؟ انا عاشق للمزيكا يعني انا حتى مش ولا بد لان اسمي ذكر ما مش 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 مشكله بس انا عشق للفن وان الاستاذ سامح او الجمهور يقول الله بس هي دي تكفيني مش مشكله مين اللي ورا الله يعني مين اللي ورا الفن ده مش مشكله انا يكفيني يقول ده الناس دولي عملوا حاجة مش 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 حالة عندهم حالة جميلة بس مش مشكلة بقى مين الناس دي. بس أستاذ عمر يعني أنت بياخدنا لمساحات أو أماكن جميلة قوي. دلوقتي اتكلمت عن الفلاح وعن المقامات البسيطة وعن النغمات البسيطة وإن هو كلامه سهل كله. انت ممكن تنشد حاجه للفلاح المصري او حاولت قبل كده او انت فعلا ليك تجارب في ذلك؟ يعني فكرت فيه حطيته في دماغك الفلاح المصري؟ والله هو طبيعي الفلاح المصري لازم ما ينفعش نحطه في دماغنا احنا اساسا فلاحين. احنا فلاحين على فكره. صحيح. انتوا من فين صحيح؟ احنا من الاسماعيليه. من الاسماعيليه قريه ريفيه عادي طبيعي. انا قريتي زي بعيد عن عمر بس ريفي عادي. انا عندي ارض. ايوه يعني انا عندي ارض بنزرع ونقلع فيها. أيوة. ما شاء الله. وعمر يعني كذلك. الاناشيد الدينيه ما تتعرضش ان انا احب ارضي واحب بلدي. لا ده انا ممكن اغني وانا شغال في الارض. وممكن اغني. طب لو انت شغال في الارض دلوقتي ممكن تغني تقول ايه؟ يعني عادي ممكن اي حاجه بسمعها مع عمر بقولها مثلا. طب ما تسمعونا حاجه وانتوا دلوقتي واحنا موجودين مع الفلاحين في اراضيهم. كان في حاجه الناس اللي لما سمعوها في الابتهال دايما كانوا حتى بيقولوها يعني نقول طه يا رسول الله عليك صلى.
صلى الله. يا طه احنا محبينك عشنا ومتنا على دينك. يا طه احنا محبينك عشنا ومتنا على دينك. أحلى الأديان دينك، أغلى الأديان دينك، أحلى الأديان دينك، أغلى الأديان دينك. اشفع لنا يا رسول الله طه، يا رسول الله عليك صلى الله. رسول الله عليك صلى الله. رأيته في الليل نزلت دموع سيل، رأيته في الليل نزلت دموع سيل. يا ناس أنا القاتل، يا ناس أنا القاتل، يا ناس أنا القاتل، يا ناس أنا القاتل في حبه والله. يا رسول الله عليك صلى الله، يا رسول الله عليك صلى الله. عليه الصلاة والسلام. حضرتك شفت اللحن بسيط والإيقاع كمان كتير. فدي أغنية الحقيقة يعني لطيفة، يعني نقول عليها من الأغاني الرشيقة. طيب التكنولوجيا والتطور في الابتهال الديني، يعني أنا دايما بلاحظ أن آلة أو آلتين، والآلتين آلة أصيلة جدا وآلة أيضا بسيطة جدا زي الطبلة، والاثنين طبعا التاريخ بتاعهم تاريخ طويل وكبير. يعني احنا عندنا آلات موسيقية جديدة، عندنا ايضا كمان تناول جديد في النواة الموسيقية. الانشاد الديني بقى يعني بيقفز لهذه الاماكن من التطور، ولا هو جماله في انه يبقى بهذا الشكل وبهذه البساطة؟ لا حضرتك، هو لازم يعني لازم الانشاد يواكب العصر. انا كده بقول لحضرتك يعني الكلام لازم يواكب العصر، واللحن لازم يواكب العصر، كمان التوزيع الموسيقي لازم يواكب العصر. يعني انا لازم اشوف الالات اللي ممكن الناس يسمعوها. ناس بتحب الجيتارات، مفيش مشكله. ما دخل يعني جيتار مثلا او كده في مثلا انشوده معينه، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي، والناس حابه الموضوع من خلال يعني مثلا عمرو دياب مثلا عامل ادعيه وعامل اناشيد وكلام زي كده، ما ناس بتحبها عشان بساطتها. برضه هم بالنسبه للتكنولوجيا، عصرنا عصر القديم كان في آلات بسيطه وكانوا هم حابينها، وكانوا انما يعني احنا كمان دلوقتي التكنولوجيا لازم نواكب العصر، يعني لازم نحب العصر اللي احنا فيه. بتحس بالغيره يا عمر لما بتلاقي فنان زي عمرو دياب، فنانه زي اصاله، محمد منير احيانا بيعمل برضو ابتهالات دينيه، برضو ناس كتيره قوي من مصر ومن العالم العربي ايضا كمان الجزئيه دي اشتغلوا فيها وعملوا فيها برضو اسماء كبيره قوي. يعني اكيد طبعا. بص حضرتك، هو الانشاد والابتهال واحه كبيره أو ساحة كبيرة، كل يقول فيها، بس يعني البقاء للأقوى. يعني إيه اللي يعمل حاجة ويتعلم أكتر، سواء كان مطرب أو منشد. ما أنا ممكن أبقى مطرب وعملت حاجة إنشاد. طب ما فنان كبير محمد ثروت عامل يا رسول الله أجرنا، عامل روضة الهادي نبينا، حلوة حاجة كده، ومع ذلك الحاجات دي معلمة أوي مع الناس. فيعني كله يقول يعني إيه، في مثل بقول كل واحد ليه في حب النبي غرام حاجة كده. فدي ملهاش قيود إن أنا أقول أنا منشد يبقى خلاص الإنشاد اقتصر علي. لا،
على أساس أن دول أصحاب نجومية أكبر، فلما يدخلوا في هذا المجال يعني كان تخيلي كده أن ممكن المنشد الديني يقول طب ده ملعبي بقى، طب أنا هعمل إيه لما الناس دي بقى النجوم دول يجوا مكاني ينفسوني وينفسوني. لا لا بالعكس، ما هو كان أيام الشيخنا الشيخ سيد نقشبندي، طب ما كان في ناس عمالقة في الطرب برضو كانوا بيعملوا إنشاد ديني، وكان ليهم شغل في الليالي المحمدية وفي يعني برضو كان في ناس يعني مهما كان الدار له أهل وال ما أنا بقول لحضرتك بقى البقاء للأقوى اللي يعلم في المجال ده يبقى كميل. طب في سؤال كده عايز أسأله بسرعة قبل ما نكمل الاستماع للأناشيد الجميلة دي، سؤال بعيد خالص عن الطرب، أنتوا كشباب ومواطنين مصريين إحساسكم بإيه في السنوات دي اللي مصر كلها بتتغير؟ حسيتوا ان في هذه المرحله تهميش للفن وبالذات للانشاد الديني، ولا ممكن نقول ان دي ممكن هذه الازمات تصح الناس مره ثانيه وتخليها ترجع تستمتع بهذا الفن؟ هو فعلا السنين اللي كانت فيها يعني الثوره والتغيرات السياسيه والتحولات كان في يعني ناس كتيرة ظهرت، كل واحد بيقول حاجة كده أنا مش عارف يعني الكلام مش ما يتسمعش، ألفاظ جديدة عليها ألفاظ جديدة، وغير كده مضمون الكلام نفسه ما يتسمعش. وكمان بقى فيه نمط غريب قوي في الألحان برضو، مش اللي هو يعني مش اللي يمتع. ومع ذلك لأن الناس دي انتشرت، بس في حاجة الشعب المصري كان عايز حد يفرحه يعني ايه يروح عنه، وما كانش بيبص هو كان بيلاقي ايقاع شغال وناس بيقولوا وبتاع هنسقف عشان ننسى. لكن دلوقتي في المرحله الجايه دي ان شاء الله انا حاسس ان في تحولات كتيره هتحصل، ومن خلالها يعني او من ضمن هذه التحولات ان هيبقى في برضو تحولات في الفن كتيرة هتحصل. ان شاء الله ربنا يوفق يعني وربنا يكرم كده، وان شاء الله الفن اللي كان او اللي ما يعني مالوش لازمه ده يختفي يستريح منه شويه. انا نفسي بجد اسمع جمله لحنيه حلوه. طب سمعنا انت الجمله اللحنيه الحلوه. والله المخرج بيقول لي انا عايز لحد دلوقتي برضو اناشيد الاقوى. يعني احنا امل ان في اجمل. هقول من كلام الاستاذ محمد علي راشد وهقول برضو لحني. استاذ محمد علي راشد اللي هو كاتب اشوفك في الوجود اوصاف، كاتب نفس ال قابل بحكمك وعدلك في الوجود أسرار، قابل بحكمك وعدلك في الوجود أسرار، قادر تبدل طريقي بالظلام أنوار، أنت الرحيم بالبشر وللذنوب غفار، قادر تبدل طريقي بالظلام أنوار، دمع فوق خدي بندم على اللي راح. طهرني من ذنبي ما تسيب في محتار، والحيرة تقتلني والفكر للومهار، طهرني من ذنبي ما تسيب في محتار، الحيرة تقتلني والفكر للومهار، انت الرحيم بالبشر وللذنوب غفار، قادر
تبدل طريقي بالظلام أنوار. فتح ظهور رحمتك وسط البشر غفران، يلي جمال نعمتك غطى الوجود ألوان. فتح ظهور رحمتك وسط البشر غفران، يلي جمال نعمتك غطى الوجود ألوان. بشرني بالمغفرة واشفيني من العصيان، فرحني يا كريم يا رب. كان مجموعة أدعية بالنسبة كنا عاملينها في شهر رمضان لإذاعة، شهر رمضان ده 2014؟ شهر رمضان كنا عاملينها في إذاعة القناة عندنا في الإسماعيلية. كان رئيسها أستاذ جمال مسعود، له جهد كبير في هذه الإذاعة يعني. حقيقة أنا بشكره إنه حاول برضو يرجع التراث الإنشاد والدعاء والابتهال الى برضو ساحات الاذاعات، وحاول انه يرجع الكلمه الحلوه برضو لاذان المستمعين. نعم. طيب عمر، اسماء كثيره قوي في الانشاد الديني، نصر الدين طبار، شيخ سيد النقشبندي، اسماء كثيره قوي لها باع. عمر متاثر بمين، او مين اللي بيحس ان ده قريب قوي للوني، لادائي، لاحساسي؟ انت بتستمتع بمين اكتر؟ طبعا هو انا لن انكر احدا يعني، لكن كل واحد ليه مدرسه وبتاثر فيا. لكن انا من اشد المعجبين او من اقدر اقول يعني احاول ان انا كنت تلميذ الشيخ محمد عمران. يعني انا بحاول اسير على نهج الشيخ محمد عمران، لانه الحقيقه رجل الله يرحمه كان قامة فنية عالية جدا وطاقة فنية عالية جدا موسيقيا وفي الإنشاد وفي قراءة القرآن. نعم. فأنا بحاول المنشد الديني يعني دائما ما بيكون قارئ للقرآن الكريم يعني بيقدر أنه يعمل هذا المجهود في التلاوة والتجويد، بيقدر يعمل ده، ولا ممكن يكون في منشد ديني ملوش علاقه بترتيل القران؟ لا، في منشدين ملهمش يعني في منشدين مش يعني ما بيقراوش، ممكن يكون حافظين مثلا او كده بس ما بيقراوش يعني. لكن انت ليك في هذه التجربه ايضا يا عمر، ولا انشاد فقط؟ يعني على قد ربنا يوسع يا رب ان شاء الله كل الموهبه بتاعتك. مكانة المنشد الديني في العصر اللي احنا فيه دلوقتي تراجعت؟ يعني الاهتمام بالمنشد الديني والاستماع لهذه الاناشيد، انت شايف ان هي قلت عن زمان، زي ما لما كنا بنشوف الحفلات اللي بتقام والناس بتتجمع عشان تستمتع بالانشاد الديني؟ هو موجود بس مش بالانتشار الكافي برضو زي زمان. لكن انا شايف انه بدا يعني يرجع، انا شايف انه بدا يرجع، واحنا بنحاول نرجعه من خلال إذاعة القرآن الكريم، من خلال احنا عاملين شكل جديد للابتهال. كان مش جديد، هو كان قديم ولكنه اهمل في فترة من الفترات، ما حدش كان بيعمل اللون ده. ف يعني احنا بادئين دلوقتي نرجعه من خلال إذاعة القرآن الكريم، وبالتحديد من خلال رئيس شبكة القرآن الكريم أستاذ محمد عويضة، ورئيس وأستاذ المذيع أستاذ وسام البحيري. الحقيقة يعني بيحاولوا برضو جاهدين أن إحنا برضو نرجع موضوع البطانة، وأن البطانة تروح الجوامع بقى وزي زمان، وان كل واحد برضو يبقى له مدرسه معينه زي زمان. احنا بنحاول جاهدين ان احنا نعمل كده، وربنا يقدرنا يعني ان احنا نقدر نوصل الـ يعني الـ 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 الشغل ده زي زمان.
ما كان واصل نقدر نوصله بقى للشباب اليومين دول. يعني أظن أن فن الإنشاد الديني هو فن تنمية المشاعر الإنسانية. نعم. اللي احنا ممكن نربي عليه ولادنا، اللي ممكن احنا نستمتع به، ونبتدي ان احنا نقوي إحساسنا بالإيماني والأخلاقي وبالجمال أيضا عن طريق الاستماع أو الاستمتاع بالإنشاد الديني. النهاردة فعلا احنا تشرفنا بوجودكم معنا في الخيمة الرمضانية، تكلمنا في مواضيع سريعا لان احنا كنا عاوزين نسمع اكتر ونستمتع اكتر بوجودكم معنا. شفنا التناغم اللي ما بين حضرتك وما بين الأستاذ عبد الرؤوف، قدوة جميلة جدا لكل اللي بيشوفنا النهاردة ان الإنشاد الديني موجود في مصر، الإنشاد الديني قوي ودوره في الفترة القادمة احنا محتاجينه في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي علشان نحافظ على الأجيال القادمة، لأن ده نوع من التربية الجميلة. صحيح. ولا رأيك إيه؟ لا ده واقع بالفعل، ده شيء هايل جدا وشيء جميل جدا أن يبقى فيه كلمة معبرة، كلمة بالضبط زي السهم ما بتصيب ما هو مؤثر في المشاعر. ما فيش أي حاجة ممكن نتأثر بيها لا عاطفيا ولا وجدانيا ولا أي حاجة قد المشاعر الدينية الفياضة. يعني الحقيقة كل ما نتكلم عن مكارم الأخلاق، نتكلم عن حب الرسول، نتكلم عن وصف يعني معجزات الله في خلقه، ما فيش أجمل ولا أبدع من كده. والكلمة التي ستوصف كل هذه المعاني النبيلة والسامية هي كلمة شريفة حقا. فإذا هذا الفن له مكان وله رونق، نحترمه جميعا، نبحث عنه أيضا جميعا، على الرغم أنه مش بيفرض نفسه بطريقة كده زي كل أنواع ودروب الفن زي ما بتزاحم كده وقتنا وبتزاحم فكرنا وبتزاحم أيضا كمان ودنا، لكن يظل هذا الفن له الرقي الخاص اللي خلينا إحنا اللي نجري وراه وننبش عنه. والحقيقة أنا بشكر هذا المجهود اللي ذكره أيضا كمان ضفنا عمر، المجهود اللي هتعمله إذاعة القرآن الكريم في أنها تنمي مرة أخرى وتفسح المجال مرة أخرى لفن الإنشاد والابتهال الديني. منتظرين أكتر، منتظرين إن شاء الله مجهودات أكتر، لأن إحنا دلوقتي وفي كل وقت محتاجين لمثل هذه الأنواع والضروب من الفن. الحقيقة مشاهدي الكرام وقتنا خلص بسرعة، هو اللقاء كان بيتسم بالهدوء لأن ده السمت الحقيقي المفروض يكون موجود لما نسمع كلمات رائعة ونسمع أصوات وفن راقي مثل هذه الفنون. اسمحوا لنا أن نشكر بقى اللي كانوا السبب في هذه الأجواء، ضفنا الكريم عمر فرحان عبد المجيد، زي ما قلنا في بداية اللقاء أنه أصغر مبتهل في الإذاعة المصرية. أيضا كمان بشكر الأستاذ عبد الرؤوف جبالله أحمد عازف إيقاع، وبشكر لكم هذا التعاون الرائع والبديع. أنا عايز أقول لكم أن أنتم سترحلوا عن الخيمة الرمضانية لكن تركتم أثر طيب جدا في نفسنا وفي نفس المشاهدين اللي بيتابعونا النهاردة. أنا بشكركم جدا في الخيمة خلال أيام العيد. احنا بنشكر حضراتكم والله، وأنا يعني أنا زعلان أن الوقت خلص عشان كان نفسي اتكلم مع حضراتكم. ان شاء الله احنا نتكلم مع حضراتكم لا يمل باذن الله نتواصل معكم باذن الله على طول، لان ده دور جميل جدا لازم تقوم به قناه مصر الزراعيه. وانا بناشد المسؤولين عن القناه، وانا مدرك جيدا للوعي بالنسبه الموجود عندهم بالنسبه لاهميه الانشاد الديني. هيبقى في تواصل باذن الله على مدار العام إن شاء الله. وده شيء ممكن ان احنا نحققه. بسك الختام أيوة. يسمعوا منكم لأن مهما كلمت أنا أو أستاذة نادية مش هنقدر نقول اللي أنت بتنشده أو الإيقاع الجميل اللي بيكمل أو بيظهر جمال الكلمات ومعانيها. صلاة الله سلام رسول الله، صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله، صلاة الله كالقطر على المختار ذي الذكر، صلاة الله كالقطر على المختار ذي الذكر، وصحب سادة غري وآل من رسول الله. صلاة
الله سلام الله على الهادي رسول الله صفات الله سلام الله على الهادي رسول الله فزرنا طاهر القلب عظيم الجاه والقرب فزرنا طاهر القلب عظيم الجاه والقرب ومن وافانا بالحب تملى من رسول الله صلى الله سلام الله على الهادي رسول الله مرة أخرى بنعود إليكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بنشارككم وأنتم أيضا تشاركون هذه الأجواء اللي كلها بهجة وفرحة بعيد الفطر المبارك. حاجات كتيرة قوي هي بين صميم عادتنا وتقاليدنا في الاحتفال بهذا العيد، لكن بمرور الزمن بنلاقي أن العاصمة وكل المدن اللي هي يعني فيها الحياة المدنية الصاخبة بتندثر هذه العادات رويدا رويدا، ولكن في الريف المصري بنلاقيها موجودة وبيبقوا حريصين على أنهم ينموها أكتر ويمسكوا فيها علشان ما تهربش منهم. ده اللي هنعرفه من ضيوفنا الكرام اللي منورينا النهاردة في الاستوديو. سامح احنا عندنا ضيوفنا منورنا، بس قبل ما اتكلم عن العيد الفطر المبارك، الفلاح المصري ليه اكتر من عيد، والعيد عنده في نهايه الموسم، عيد الفطر المبارك وعيد الاضحى وعيد لما في نهايه الموسم بيروح يجني محصوله ويحتفل بيه مع ولاده والبلد كلها تيجي تتفرج عليه، ده عيد تاني خالص. لكن النهارده احنا في عيد الفطر المبارك برحب بضيوفي العزاز عليا قوي وعلى قلبي، الحاج محمود رمضان ابو البعاطي من فاقوس الشرقيه، اهلا بيك منورنا يا فندم. ايضا الحاج العمده كامل السويدي من الانطره الاسماعيليه، برحب بحضراتكم وبرحب بكل اهلينا اللي بيشوفونا النهارده وخصوصا في الاسماعيليه وفي الشرقيه، منورنا. يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. مظاهر العيد بتختلف في القريه، احنا عندنا بنعتبر العيد في القاهره استجمام بعد ارهاق شديد جدا من طلبات الحياه في رمضان والاحتفال برمضان طول الشهر، لكن انا عارف ان في القريه المصريه بينشط العيد. مظاهر العيد داخل القريه المصريه زي ما هي ولا قلت ولا ايه اللي حصل؟ بالنسبه للقرى او بالنسبه للاسماعيليه، لانه الاسماعيليه ده مجتمع بدوي، ايوه، فبتبقى فرحه العيد فيه بعد شهر صيام اللي هو شهر رمضان. شهر ده رمضان ده بيجي في السنة مرة واحدة، فبيجي فرحة الفطر، أيوه. الجلبية الجديدة واللبس النظيف اللبس الجديد والكعك والبسكويت والبلح اللي هي الحاجات الفطرة. فبيجي مثلا بالنسبة للعمدة بيبقى قاعد في المضيفة بتاعته، تبدأ الناس تيجي عشان يتعيد على العمدة، لأن العمدة دي هو بيبقى كبير البلد أو زعيم البلد أو الناس زي ما بتعتبره كده. فبتبدأ الناس تيجي عشان تعيد على العمدة ويشربوا مثلا القهوة. في المجتمع البدوي بتبقى فيه البكارج محطوطة مع البسكوت مع الكعك. حاجة كاملة تقول إيه اللي بمحطوط مع البسكوت؟ البكارج. البكارج ده بكارج المجتمع البدوي، أيوه. بكرج يبقى فيه مية، واحد فيه القهوة واحد فيه الشاي واحد فيه ينسون وبتاعه، يبقى فيه واحد واقف كده في المضيفة، فبيبدأ يلف بالبكارج دي كل واحد ياخد المشروب بتاعه على كيفه. زي الدالة كده بتاعت القهوة بتاعت الخليج، شكلها كده يعني. فبيبدأ كل واحد بعد صلاة العيد بيطلع العمدة وبتطلع البلد بيوجد في المضيفة. فبيلاقي الفطرة موجودة عنده، كل واحد بيجي ياخد في الفطرة ويتعيد على بعضيهم وبتاع. يبدأ إيه بعد كده يلاقي اللي جاي جايب الأطفال بتاعته عشان ياخد الجنيه الجديد، أو ما عادش في نص جنيه خلاص انقرض، فبتبدأ من الجنيه الخمسة جنيه وتبدأ عملية العيدية. بعد الظهر ما يقدم تبدأ الناس تطلع في المجتمع الريفي تعيد على بعضيها،
وكل واحد يطلع عشان يصل الرحم بتاعه, يصل الرحم, بياخد معاه بيطلع صحبة مثلا 7-8-10 يبدأوا يعايدوا على الناس الجيران اللي هم بالنسبة ليهم الجيران الأول, ويبدأ يدي العديات اللي هي بتجوا فيها بهجة الأطفال. بهجة الأطفال الكلام ده مستمر معانا ولا بنتكلم عن زمان؟ الكلام ده النهاردة لسه, النهاردة مازال في القرى والنجوع. مازال في القرى والنجوع, لم يتغير فيها تغيير أبدا نهائيا بالمرة, ده هو بيزيد كمان ما شاء الله, يعني بيزيد في القرى والنجوع. هذا إيه بيختلف عن الحضر. يعني احنا بنسمي البنادر ده حضر, احنا بالريف ودوكا حضر. دوكا بيطلع من إرهاق, إرهاق مادي وإرهاق جسماني بدني, فبيبدأ يخاف على نفسه فعايز ينام, وجاي من شغله بده ينام, يصلي العيد ويدخل وينام, هيروح لمين؟ مش قادر يروح لحد. لكن احنا في المجتمع الريفي بيكبر مجتمع مترابط, يبدأ عايد على جاره وعايد على اللي جنبه وعايد على في المسجد, يطلع الناس كليتها بتسلم على بعضها وتاخد بعضها بالحضن, تتحابب وتتصافح, وبعدين يبدأوا يروحوا لبعض على البيوت اللي هي مضايف مضيفة أو الدوار بتاع زمان, دوار العمدة. أنا متأكد إن هي موجودة عندكم, بس على فكرة موجودة عند حضرة العمدة كمان. موجودة طبعا عنده مضيفة. لا موجود, بس برضو الشرقية مشهورة أو بالمضيفة, والأهل الشرقية مشهورين بالكرم بدرجة يعني كبيرة. بيقولوا إن الشرقية عزموا القطر مقعد. صحيح حاجة محمود, أنتوا عزمتوا القطر فعلا؟ إحنا عزمنا الركاب اللي في القطر, مش عزمنا القطر. هي دي وقعة شهيرة. وقعة شهيرة في كيان. عزموا الركاب اللي موجودين في القطر. بداية إحنا بنهني الشعب المصري والأمة الإسلامية والأمة العربية بحلول عيد الفطر المبارك, أعاده الله علينا وعلى مصر وعلى شعبها العظيم الوفي بالحب واليمن والبركة. آمين. الحاجة التانية بنوجه التحية والشكر والتهنئة الخاصة للسيد المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن مجهود اللي بيعمله وبيشتغل بيه, وأيضا برضو بنوجه الشكر والتقدير والاحترام لجهاز القوات المسلحة المشرف الباسل, ويعني نقدم خالص التعازي للحادثة اللي حصلت في الفرافرة في مديرية التحرير, لأنها تعز على كل مصري, لأن ده أولادنا وأبنائنا وأعزائنا, تعز على كل مصري ويفتخر بهم كل مصري, يعني عز ويفتخر بهم كل مصري. ونوجه التحية لجهاز الشرطة العظيم بقيادة الراجل الأصيل المحب اللواء محمد إبراهيم, الراجل الذي يسعى ليل نهار من أجل إسعاد هذا الشعب ومن أجل أمنه وحفاظه على كرامته, لأن هذا الرجل كان ضحية من البداية وكانت الناس حطاه في صورة غير الحقيقة. فالحمد لله أن جهاز الشرطة بدأ يشد حيله, وإحنا بنهنيه بعيد الفطر المبارك, وجهاز جميع أجهزة الدولة وجميع السادة المسؤولين في البلد. الحاجة اللي إحنا بنحتفل في الشرقية بعيد الفطر المبارك بصلة الرحم وصلة المحبة, ناس بتصلي العيد جماعة مع بعض وبتطلع من العيد على الدوار على المضايف بتاعتنا, بتلاقي الحب الرباني الحب الإلهي ده, حب التسامح, حب المحبة والإخلاص والوفاء والقيم, بترجع لسلوك المجتمع القديم. فالنهاردة الريف بالذات مترابط وكتلة واحدة, وبيزوروا بعض ما بيسيبوش بعض, يعني حتى بعد ما بيخلصوا اللي ما بنلاقوش في الدوار بنروح له بيته, يعني في التجمع احنا دخلنا قعدنا سلمنا على بعض, شربنا الحاجات القرفة الكويسة والشاي واللي يشرب قهوة, وبعد كده بنبص مين ما جاش, فلان ما جاش, كلنا نروح نشوفه ايه السبب ما جاش ليه, هل هو في وعكة صحية او ظروف خاصة او متأثر من حاجة. دي صلة الريف. مين ما جاش حاجة محمود, من الجيران ولا من العيلة ولا لا من إيه؟ اهل البلد. يا من اهل البلد كاملة, لانه كله بتجمع في الدوار. يعني احنا بنطلع نصلي العيد ونيجي على الدوار. بيبقى في اعياد بقى, لان في ترابط الفترة دي بيحصل حالات وفاة, فالناس بتخش على الدوار تجامل بعضها. اللي ما بقاش موجود لازم الناس تروح له تشوف ايه السبب, بتصطلحه. يعني حتى لما تلاقي واحد قاعد كده ومختلف مع التاني بخش يسلم عليه, يعني بخش لان بهجة ما فيش فيها حقد ولا فيها غل, فيها حب وتسامح,
فبخش اسلم وقابل الناس بكل احترام وتقدير. دي مزار العيد في محافظة شرقية اللي احنا بنفتخر ان احنا بننتمي اليها وعايشين في ترابها وخيرها. ممكن تكون في بعض الطقوس في هذه اللمة الجميلة، انا عايز اقول عليها لمة حلوة، يعني مثلا احنا كان معنا فقرة عن الانشاد الديني، ممكن يكون في استمتاع بالانشاد الديني داخل يبقى موجود جلسة موجود. المقرئ اللي هو طول شهر رمضان بيجي هذا اليوم برضه يفتتح بآيات القرآن الكريم ويقعد يوعظ، وبعض الخطباء يجوا يدوا موعظة للتسامح والمغفرة. أيوه. ده موجود في الدوار على طول. جميل. بيدي بهجة الليل يعني. المسحرات لسه موجود. نعم. لسه موجود. يعني لسه موجود. رغم الناس كلها بتبقى سهرانة دي عادة في الريف بالذات ما تقدرش تلغيها. أيوه. وما تقدرش تبعدها. أيوه. في الريف مستمرة. المسحرات لازم يجي يسحر والشباب وراه والاطفال وراه، بيبقى منظر حتى يوم العيد الصبح الراجل بيقوم المسحر ده خد الشهر كامل. أيوة. فبيمر في الشارع برضو بيذكر الناس بانتهاء الشهر الكريم. أيوة. ويكون وراه الاطفال وخشوا على البيوت عشان الكعك والبسكوت. أيوة. بتلاقي حتى انطباع رباني مش سهل. بيقولوا دايما ان في الريف المصري يعني في اي حته مش في الشرقيه والاسماعيليه بس، ان بيبقوا ستات البيوت بيبقوا عارفين ان مين اللي ما عملش كحك السنه دي، فدايما يتقال ان اللي ما عملش كحك السنه دي بيبقى عنده مخزون بقى من الكحك اكتر من اللي عمل، لان الكل بيوديله. مش كده برضه؟ وما بيعملش في الريف بيعتبروا فيها الناس اللي عندهم موازم يعني حزن فمبقاش عمل. فكل بيت بيكون موجود وبياخد من كل العمل وبوديه البيت الثاني عشان يدخل عليه البهجه ويدخل عليه الفرحه. فرحه العيد وبهجه العيد. حتى بالنسبه في شهر رمضان اللي هي الكنافه والقطايف والحاجات اللي هي بتعمل دي، البيت اللي ما بيكونش فيه بهجه وبيكون فيه ازمه مثلا وفاه او حاله او استشهاد او الى اخره، فبياخد الريف يطلع وبياخد الحاجه دي بوديها البيت. المجتمع الريفي عشان نحافظ على جمال الجمال الموجود في ده محتاج مقومات كتيره جدا، منها الشعور بالامان، ومنها ايضا ان الشباب او ابنائكم يطلعوا يلاقوا اعمال تناسبهم داخل المجتمع بتاعهم. اكيد كلكم عندكم اولاد، في منهم كمل طريقه في الارض الزراعيه، وفي ايضا اتجه الى مجالات اخرى والتعليم خده الى مهن اخرى اكثر تطور. مطالبكم ايه علشان تحافظوا على هذا المجتمع بجماله وتقاليده؟ مش عايزين الهجره من المجتمع الريفي تاثر على التركيبه الحلوه دي. والله دي طلبات كتيره جدا، دي طلبات كتيره جدا اللي هي ناقصه فعلا للشباب اللي بيطلع للهجره الغير شرعيه وبيطلع ضحايا وبيطلع على المحافظات الاخرى. يعني انا لما يكون عندي شباب في محافظه الاسماعيليه بيساعدوك في ارضك ولادك ويبتدي يروح يشتغل في القاهره او في محافظه الاسكندريه، كده في حصلت هجره، الارض فقدت الراعي الوحيد ليها الاصلي وبقت الارض محتاجه اللي يخدمها. هنا يعني المطلوب من الحكومه كامله، مش من وزير الزراعه بس، من السيد رئيس الحكومه، واحنا بنشكر الراجل ده لانه فعلا راجل عملي، راجل ميداني مش راجل مكتبي، اللي هو المهندس ابراهيم محمد، وهو خد العمل الميداني من شركه مقاولون العرب حقيقه. يعني مطلوب من الراجل ده ان هو يقعد يشوف مطالب الناس ايه. مطالب الناس دي هتتنقل عن طريق الجمعيات، بالنسبه للفلاح هتتنقل عن طريق الجمعيه التعاونيه الزراعيه، مطالب عن عضو الجمعية العامة، عن عضو الجمعية المشتركة، عن عضو الجمعية المركزية، لأن ده اللي بينقل هم الفلاح وبوصله إلى الجمعية العامة لائتمان الزراعة اللي هي فوق، صح، اللي هو بيبقى قريب من السيد وزير الزراعة. هي كده. أيوة. ما أصل أنا كفلاح عشان يوصل في البلد صوته، مش هطلع أودي صوتي أودي لوزير الزراعة. أيوة. مال مين اللي هيودي صوتي؟ عضو الجمعية التعاونية الزراعية اللي هي أول درجة، وبعدين هيصعد عضو الجمعية في اجتماع الجمعية المشتركة، المشتركة هتصعده للمركزية، المركزية هتصعده للجمعية العامة. هنا مفروض مساعدة الفلاح عشان ابنه ما هاجرش الهجرة اللي هي الغير شرعية، أنا بعتبرها هجرة غير شرعية. ليه؟ لأن النهاردة مين الفلاح؟ ما عادش الفلاح فلاح أمي لا يجيد القراءة والكتابة، لا ما عادش. صح. النهاردة الفلاح راجل لواء، راجل مهندس،
ساب شغله وطلع قاعد في أرضه. وزير الدفاع له أرض زراعية، رئيس الجمهورية له أرض زراعية، فلاح. بس دول أصحاب أملاك، لكن الفلاح هو اللي مقيم داخل أرضه، ما عادش فيه فلاح يا باشا يا سامع. طب مين اللي هيزرع؟ ما عادش فيه عاد الراجل اللي هو صاحب الملك، هو اللي فلاح، هو اللي بيزرع أرضه. النهاردة عشان تدور على عامل في الأرض الزراعية بسبعين جنيه في اليوم، عشان تجيب شاب يشتغل معك شهريا بيشتغل أربع ساعات في اليوم بياخد 1200 جنيه في الشهر، وكل أسبوع ياخد له 100 جنيه مصاريف جيب، عنده 13 سنة. مشكلة. طب هو إيه المطلوب بقى؟ يعني ده مشكلة. مشكلة اللي احنا عايزينها الفلاح تبدأ من محطة الميكنة، ويبدأ من الجمعية التعاونية، إما إدارة التعاون إنها تاخد بالها من الفلاح زي زمان، أو ترجع تاني الكيماوي والتجاوي واللي هي المبيدات ترجعها لبنك التنمية والائتمان الزراعي. لا هنا في خلاف شديد قوي، وأنا عايز بقى أسأل حضرتك عليه. لأن حضرتك قلت سؤال كمسؤول عن جمعية، الجمعية كان لها دور في الموسم السابق في توزيع الأسمدة، وكان الفلاحين مبسوطين جدا لأن الفلاح بيعتبر أن الجمعية دي بيته. صح. أيضا حضرتك كلمت عن نقطة مهمة قوي، الميكنة. الجمعية عليها دور كبير قوي عشان توعي الفلاح أن الدورة الزراعية ترجع، وعلشان نقضي على تفتت الحيازات. مش ميكنة بطريقة الميكنة علشان تدخل في تفتت الحيازات اللي موجود دلوقتي شيء صعب جدا. صح. عايز أسمع بقى عن الجمعية. أنت حضرتك قلت أن الشباب بيهرب من الريف يطلع للمدن أو يسافر محافظات أخرى أو يخرج خارج مصر. ليه؟ ولي الأمر النهاردة بيزرع الفلاح بيزرع أرضه ما بيلاقيش عائد. صح. لابن هيستنى ليه؟ لابن ده عنده طموح، هيقول أشوف مصلحتي، هيشوف مصلحتي. لكن أنا النهاردة لو لقي أبوه ده بيشتغل وبيتعب وبيلاقي عرقه وبيلاقي نتيجة في الآخر، مش هيسيبك ويمشي. مش هيسيبك ويمشي، هينام في الأرض، هيفحر بديه وسنانه وينتج. لكن أنا النهاردة بحطمه، أنا بزرع وبتعب وببص آخر السنة ما بلاقيش العائد. ليه؟ لأن الجهاز القطاع الزراعة بالكامل مش بينورني. أيوه. ما بدينيش رؤية واضحة أو سياسة زراعية واضحة. أنا لو زرعت كذا هيبقى سعري كذا، هيبقى محصولي كذا، أنت جيت كذا. لكن النهاردة ساب العملية سايبة خالص. النهاردة بعد عن التقاوي اللي هي الأساس الإنتاج بتاعك، تقاوي سليمة. طب ما احنا عندنا تقاوي تبع مركز البحوث، تبع النسبه ما تغطيش، يعني بتغطي 10% الاداره المركزيه، 90% 90% من الخارج كفيش، 90% من الخارج. انا النهارده حتى لو من الخارج دول وزاره الزراعه دي تمر وتديني النصيحه، المركز الفلاني او المحطه الغربيه الفلانيه دي عندكم في الشرقيه، مين الحقول الارشاديه اللي هو ده الدور الارشادي، الحقول كان زمان او هو ده المرور. النهارده جميع الحقول الارشاديه اللي عملت ايه؟ عملوها مساكن. ازاي بنوها مساكن للزراعيين؟ لا في 10000 حقل ارشادي في الموسم السابق للمحاصيل الاستراتيجيه، وتم تطبيقهم ونزلنا سجلناهم وصورناه. سجلت على قطع في اسماعيليه، كان في على قطع على قطع فدان في كل في كل قريه. في كل قريه ده ملك الفلاح، لكن من كل المزارعين ممكن يجي يشوفوا الاصناف اللي مزروعه والمعاملات. مين اللي مين يوضح لي يعني الحقل الارشاد ده في الشرقيه مثلا؟ أيوه. فوز فيه حقل ارشاد كقطاع الزراعه، يجي يقول والله نعمل ندوه للفلاحين، بيحصل تعالى في ما حصلتش. انا ما حصلتش عندنا، احنا بنسمع يا حاج عن ان انت بتسمع كلام عادي، في حملات حتى كمان يعني في حمله للقمح، لزراعه القمح في حمله للدور. لا دي حمله قوميه، ده حمله قوميه. ماشي. حملة قومية كان زمان كان بيجي ساعه فتره القمح دي يقول لك ان المكانه دي هتحرض اراضي القمح دي والقطن دي مجانا وينزل يشتغل. النهارده دي ما عادتش موجوده، كله النهارده بالدفع. عايزين دور. انا ما عنديش مشكله ادفع، بس اديني معدة سليمة، اديني ميكنة حديثة، لأن النهاردة الأرض بتاعتنا غير أرض جديدة. محمود، هو إحنا عارفين إن الزراعة بتأن بقالها فترة طويلة قوي، يعني كلام ده إحنا بنتكلم عن واقع مهمش للزراعة المصرية، هنقول مش 30 مثلا، نخليها 20 مثلا، هنتكلم في حاجة زي كده. لكن إحنا علشان نرجع مرة تانية الزراعة لعهدها القديم إحنا محتاجين خطوات كتيرة قوي. صح. إذا كنا هنتكلم إحنا مش عايزين نقول لأن ما فيش مشاكل، لأ في مشاكل وفي والمزارع والفلاح إلى الآن مش مربوط بالكيانات المختلفة اللي بالمفروض أنها تلبي طموح الزراعة المصرية، مش مربوط ارتباط وثيق، ولكن في جهود
ما نقدرش ننكر ان في في جهود بتبذل. محدش يقدر ينكر. يعني لو اتكلمنا مثلا من سنتين من اول ما بدانا او هنقول من ثلاثة من اول ما بدانا نعمل اعلام متخصص في الشأن الزراعي، من اول ما بدانا ان احنا ننور نقول للناس خدوا بالكم ده الفلاحين هنا طلعان عينيهم، خدوا بالكم ده هو هنا مش لاقي، وان الزراعه او المهنه دي او الحرفه دي ما عادتش جاذبه، دي طارده زي ما قال سامح، ده بتنفر الشباب. في اكيد في حاجه اكيد بتنور، يعني اكيد في نقطه امل، هي دي بس اللي انا عايزين نبدا نتكلم من عليها. المرشد الزراعي مش موجود، نقدر نقول كده. ما عندناش دوره زراعيه تنظم لنا الزراعه بتاعتنا، وبننادي وبنصرخ وبنقن نقول يا جماعه محتاجين دوره زراعيه، يا جماعه محتاجين سياسه زراعيه. احنا ما عندناش سياسه زراعيه، ما فيش سياسه. ما دي المشكله الاساسيه. يعني انا عايز سياسه واضحه عشان اشتغل، عشان ابني يحب السياسه الزراعيه، عشان ابني يحب الارض، احببه فيها ازاي؟ لما يكون عندي سياسه زراعيه واضحه. ايوه انا ما اجيش النهارده اقول ازرع طماطم ماشي. طب استهلاك مصر من الطماطم قد ايه في هذه المده؟ اما تيجي انت مثلا زرعت الطماطم اللي فاتت دي، الناس زرعت في الصلاحيه الطماطم دي اتدمرت. ما تجيبش تكلفتها، ده المفروض سياسه زراعيه بتوضحها. يعني سياسه الوزاره تقول والله احنا محتاجين في الشهر طماطم يتزرع 10,000 فدان لمصر كلها، وممكن اخلي 5 للتصدير، يبقى انا زرعت 15,000 فدان منهم 10 استهلاك محلي، 5 تصدير، يبقى عندي عائد. ثبتت السعر بتاعي. يبقى انا عندي عائد الاخر. ما اجيش انا ازرع واجي الاخر الاقي نفسي ضايع. اجي النهارده ادور على ميه للري مش موجوده. طب انا النهارده عايز اروي ارض مش لاقي ميه. انا زارع بفتات في الصلاحيه مش لاقي ميه في الصلاحيه، طبعا بيتي هيتخرب. طب اجي النهارده عايز استصلح 1,000,000 فدان، 2,000,000 فدان، طب قبل ما افكر في الاصلاح مش هشوف الموجود ده اكتفاء قد ايه من الميه؟ عشان احط السياسه على 1,000,000 فدان ده هوصل لهم مصادر ميه منين؟ هيبقى على حساب الموجود ولا هيجي له زياده؟ لازم ان انا احط سياسه واضحه. عندك سينا حاجه كامل، سينا اللي يرسم تعبانه من الميه دي. اللي يدخل يتدخل مع الحكومه ويرسم بنود السياسه دي مش هو الفلاح، مش هو اولى ولا الغرف المقفله والمغلقه هي اللي تقدر انها ترسم. انا برضو عايزه يعني هو الحل هيجي من عندكم انتم. وبعدين يعني دور الجمعيه مهم. ليه بقى دور الجمعيه مهم؟ احنا بالنادي الجمعيه بتسوق صح، بتسوق وبتوفر، ممكن توفر او ان هي تتعاقد على ميكانه زراعيه توصلها الاراضي الزراعيه. فانت كجمعيه لو انت ابتديت بنفسك بالدوره الزراعيه، والدوره الزراعيه هتخليك تقدر تدخل الالات اللي حضرتك بتتكلم عنها، وسوقت للمزارع، مش ده هيبقى حل من داخل القريه نفسها، من داخل بيت الفلاح؟ انا اقول لحضرتك ما احنا عايزين وضع سياسه زراعيه، وضع سياسه. لو اتوضعت السياسه الزراعيه لينا، فاول حاجه لوضع السياسه الزراعيه الدوره الزراعيه عشان ما نزاحمش بعض. يعني هنا هتبقى انت عندك في مساحه هتنزرع رز، في مساحة تنزرع غل. الرز والغلة دي اسمها زراعة نجيلية، لما بتنزرع ورا بعضيها بتضعف من المحصول بتاع الأرض. أيوة. تمام. ما عادش فيه سمات بلدي، ما انتش لاقيه سمات بلدي. الفلاح اللي موجود ما عادش فلاح، الفلاح انقرض. الفلاح اللي موجود فلاح تكميلي، ما هو فيه سمات بلدي عشان ما بيزرعش البرسيم، ما بياكلش الثروه الحيوانيه، الفلاح التكميلي. الفلاح اللي بيفلح في الأرض النهارده اما حداد مسلح، نجار مسلح، مدرس، مش حرفته الاساسيه، مش اصله، مش اصل المهنه بتاعته فلاحه. فهو بياخدها عشان يحسن دخله، بيطلع يشتغل فلاحه دي بالمكنه الصيني بالعجله، فما عندوش ثروه حيوانيه عشان يعمل منها تسبيخ، ما فيش امكانيات، مرشد زراعي متاخر مش موجود. الفلاح اللي موجود عايز يطلع يجيب له 10 جنيه، قناة مصر الزراعية للناس اللي هي كبار زراع اللي زي حالتنا كده. هو قاعد عشان ياخد المعلومة من قناة مصر الزراعية. باخد منها معلومة. يعني أنا باخد المعلومة بتاعتي من مصر الزراعية. باخد المعلومة من النت. طب أنا مش موجود لحاجة غير كده. ما أنا مش لاقي الراجل التاني اللي موجود. مش في تطور حصل. طيب التطور اللي موجود عندي أنا مش لاقيه أصلاً. ليه؟ عمالة مش موجودة عشان أزرع أرض على حسابي. احنا بنقول تفتيت الأرض الزراعية هو اللي حد من وجود الدورة الزراعية. صح. يعني حيازات فتتت. أنا أبويا كان عنده مثلا 100 فدان، احنا 5 الواحد عنده 20 فدان، أولادي هيطلع يكبوا في 3 فدادين، خلاص الأمر انتهى. الأمر الثاني اللي قلل من الأرض الزراعية إن دلوقتي دخلت الناس متر عندنا في القرية
ب20,000 جنيه عشان ياخد واحد عايز يعمل مشروع ياخد له جراطين ويبني، اللي بيبني بيبني على 10 جريط وعلى نصف الدال، فبيبني وياخد بها محضر وبعدين يبدا يبيع عشان يتاجر ويطلع بيقلل من قيمه الارض الزراعيه ويطلع هو عشان يدور له على منهج تاني بده يغير النشاط بتاعه. فلازم يكون في سياسه زراعيه موجوده هتوفر لي الكيماوي، هتدي تمشي بنك التنميه والائتمان ده بيشتغل بنك تجاري. لازم يشتغل للفلاح، يشتغل للفلاح ووليه. زمان كان البنك بيديني قرض على انني هعمل مثلا البان او هعمل تسمين، وكان تنزل لي لجنه تيجي تشوف اللي عندي ولا ما عنديش. عندي ولا ما عنديش. ناس النهارده بدات تاخد القرض او ارانب او اغنام عشان يجوز ابنه، ياخد قرض عشان يجيب له عربيه، لكن ما بيشتغلش في البتاع، بتزيد عليه المديونيه، يجي الدين تبقى فايده مركبه، يبقى عليه 100,000 بقى مليون، ويبدا الحبل يخلق موجود. وانا عندي الحلول. انا عندي الحلول. هو انا برضو عندي بشره عايز اقولها لحضراتكم وللمزارعين كلهم والفلاحين اللي بيشوفونا، زي ما شفناكم بتتابعوا دستور مصر وكتبتوه بنفسكم، ودستور المصري فيه بنود جميله جدا، منها تسويق المحاصيل الزراعيه، توفير المستلزمات، ودي ان شاء الله البرلمان اللي هنتكلم برضو عليه دلوقتي عليه عامل كبير قوي في تطبيقها. لكن برضو احنا عندنا دستور للزراعه المصريه، عندنا استراتيجيه التنميه الزراعيه لسنه 2030، هي دي دستور الزراعه المصريه دلوقتي اللي بينص هذه او الاستراتيجيه دي بتهدف الى زيادة المحاصيل الاستراتيجية، التطبيق الدورة الزراعية، كل الكلام ده هو محل تطبيق الآن. نعم. يعني ودعم مش الزراعة، مش دراسة، ودعم الفلاح، لكن مركز يعني الدول الفلاح اجتماعيا ما تشتغلش. بديني رز 101 ورز 104 مصاب بالساقبات النهاردة، مصاب بالساقبات، أجي عشان أدور على دواء الساقبات أنا مش لاقيه. طب ما الجمعية الزراعية بتعمل إيه؟ طب ما هو يوفر لي الأدوية الآمنة وحطها لي في الجمعيه الزراعيه واطلع اخدها، يسوق مني المحصول من الفلاح زي ما كان زمان بيعمل، بيديني كيماوي ويديني المبيد ويسوق المحصول وياخد حسابه مقدما ويديني الباقي نقدا في جيبي. اما النهارده بيشتغل لي شغل بنك، يروح يديني السلفه بتاعتي نقدا. طب بيديني شكرتين كيماوي، انت محتاج الجمعيه الزراعيه بتديني شكرتين كيماوي، وأنا الفدان الرز عندي بياخد 4 شكاير كيماوي، اشتري له منين؟ لا بس انت قلت معلومه في الاول جميله جدا عجبتني، ان كل ارض ليها احتياجات من الاسمده، دي احتياجات. احنا دلوقتي بنشوف المزارع بيبقى نفسه يحط اكبر كميه من السماد في ارضه على اساس ان دي اللي هتديله انتاجيه عاليه، لانه اتحرم من السماد، اتحرم من الاسمده اللي هو ده ممكن إيه؟ ترجع تقول محروم من ترجع تقول جهاز تحصيل التربه. ايوه ده مهم جدا، جهاز تحصيل التربه ده بيختبر لي التربه، قول والله التربه دي محتاجه النوعيه دي من الكيماوي، ايوه محتاجه كذا كذا كذا، نورني، بدل ما انا احط 5 شكاير احط 3. لكن انا النهارده الجهاز ده نسبه الوحدات الازوتيه، يعني انا مثلا النهارده زارع دوره في ارض مكان بطاطس، البطاطس دي مصابه بالنماتوده، زرعت الدوره انصابت بالنماتوده، طب فين الجهاز؟ انا فلاح اعرف الارض فيها ايه؟ لا. ما عنديش امكانيات ان احللها، لكن قطاع تحسين التربه هو اللي ينزل. هو ابتدوا عندكم في الشرقيه ان هم يضعوا الخريطه السماديه لمحافظه الشرقيه، ودي كانت اول ماشي محافظه يتم فيها تطبيق هذا النظام. ما هو اوضع السماديه. الخريطه من الواقع اللي انا عايشه. ايوه ما اوضعش خريطه على المكتب. لا لا لا، انا انزل على المواقع الطبيعيه واحلل التربه دي، واخد عينات، واخد العينات، اقول والله ده فؤوس دي فيها الحتت دي تنفع فيها تاخد كذا، ممكن فؤوس دي الجزء ده الارض بتاعته تاخد شكارتين والجزء الثاني ياخد 7، وممكن واحد عايش شكاره، واحد عايش شكاره. انا لو انا شغال صح هوصل لهذه النتائج. ايوه اقول والله المنطقه دي ظروفها كذا. تخيل انا كذا. مره سمعت مزارع بيقول لي انا عايز 2 طن الفدان الاصفر. طبعا 2 طن يعني، تخيل هو طبعا بيفكر في طموحه في 2 طن. طبعا النهارده انت لازم تقرب الناس من الجمعيه، سوبر فوسفات الاحادي، الجمعيه دي هي 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 يعني الذراع الاساسي بتاع الزراعه، العمود الفقري بتاع الزراعه. المفروض انا اقرب الناس من الجمعيه، اعمل ايه؟ اخدم على الجمعيه. اخدم على الجمعيه ازاي؟ انا بدل ما اودي الكيماوي هنا احطه في الجمعيات، كل جمعيه تشتغل بنفسها، ادخل فيها كل حاجه، اجيب مبيد صالح كويس بدل ما انا جبت مبيدات رشيت بيها طلعت فاسده، وهعمل مع شركات من تحت السلم. طب فين وزاره الزراعه بتعمل ايه؟ لازم تتابع لما تحط لي المبيد في الجمعيه عندها جهازها بستلمه،
وهشتريه منه يبقى انا واثق فيه. اما انت النهارده بتلاقي 50 نوع من المبيدات و500 شركه. حضرتك كمسؤول عن جمعيه زراعيه ايه العقبه اللي قدامك ان انت تجيب المبيد المناسب للمحاصيل او للمشاكل اللي بتظهر عندك؟ انا ما مملكش اجيب مبيد، انا ما مملكش اجيبه، اللي يجيبه قطاع وزاره الزراعه. بقول لحضرتك انا ما مملكش اجيبه، انا اجيبه ازاي؟ انا ما عنديش اصلا حاجه اجيبها، وانا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه اجيبه ازاي. لازم الوزاره بتجيب زي ما بتجيب الدواء للقطن تجيب لبقيه المحاصيل. ايوه ما هي بتجيب دواء القطن، طب اللي خليك تجيب دواء القطن هات الباقي وسلمه ونشتغل بيه صح. يبقى هنا بتحبب تقرب، بدل ما الراجل يروح يجيب ده مره حلو ومره وحش، لا نقرب من مع بعضنا. يبقى يا ريت الوزاره او المسؤولين عن الوزاره دول يتحدوا معانا ونبدا نشتغل صح. النهارده انت دخلت في فتره انتقاليه مش سهله، وبعدين النهارده قطاع الزراعه بالذات اساس الدوله بالكامل بيشغل جميع الاجهزه، جميع الوزارات بتشتغل من داخل بطاقه الزراعه. لو الزراعه دي فشلت جميع الوزارات فشلت. فلازم ان انا اوقف هذا القطاع على التمويل، تمويل استثمار، كل ده من وزاره الزراعه، كل ده طالع من الزراعه. لو مش الزراعه دي ناجحه كله هيفشل. اللي بيبص على واقع الواقع بتاع الفلاح المصري من بره حاج محمود وحاج كامل يتهيأ له ان في تطور وفي طفره حصلت في الزراعه، في تطور في الزراعه وفي انتاجيه زاد. هو بس انا عايزه اسال يعني عن جزئيه. دلوقتي بقى في نقابات تتكلم عن الفلاح المصري، وده ما كانش موجود في الاول. موجود لا. بقى في يعني في حاجات كتير اشكال كتيره قوي وناس بتكلموا باسم الفلاح المصري، ناس بتنادي عن بحقوقه وبحاجات زي كده. ولكن هل ده مجدي بالفعل؟ النقابات بتؤدي دورها ايه؟ بتعمل ايه في وسط المشاكل اللي انتوا عمالين تحكوها دي؟ اللي مجدي ان المسؤولين دول تنزل على واقع تقرب من الفلاح، تحس بيه، ترفع وزره، تشجعه. اما انا النهارده هو في وادي وانا في وادي، يعني لازم كل الاجهزه دي. انا مش عايز جهاز النهارده ادي رئيس وزراء ناجح ليه؟ لانه بنزل، مش قاعد في المكتب، بنزل يتابع ده وزور ده وشوف ده وشوف ده وخش مفاجات. وزير الداخليه ناجح ليه؟ مفاجات كل يوم تلاقيه في محافظه، كل يوم في مديريه امن، تلاقي في انضباط في شغل. اما النهارده الوزير قاعد في مكتبه وجهازه قاعد جنبه، ما تنفعش. بس احنا ملاحظين ان الوزراء او معظم الوزراء دلوقتي موجودين كلهم في ميادين العمل، لكن احنا عايزين تطوير وزير شخص للكوادر اللي بتشتغل معاه. الوزير شخص، الوزير شخص، لكن قطاع كاملا قطاع كاملا لازم ينزل يبص يخش عليا في الغيط اخبارك ايه، يديني دفعه صح، حاجه معنويه، حاجه انسانيه. احنا كويس بنجيب النهارده، حققنا عائد في القمح كويس، حققنا عائد في الذره كويس، يعني في انتاجيه زادت. ايوه وفي انجاز بتم، بس برضو عايزين مزيد. طموح الفلاح المصري عايزين مزيد. وبعدين لازم تحطي لي اسعار، لان احنا فاتنا كتير. انا سند في الصلاحيه القمح جاب 23 ارداب و24 ارداب، ما بتحصلش في بقيه المناطق. لما يلاقي دفعه عشان تروح انت تشتري الكيماوي من سوق السوداء، وانا حيازه محيازه ومش عارف اخد كيماوي، طب هشتغل ازاي؟ اشكره في الجمعيه ب 76 انا جايبها بره ب 140، طب اشمعنى متوفره بره مش متوفره الجمعيه؟ طب ارفعها لي ب 100 كمستثمر واديني، ما اقولكش لا. طب نزلت الملح المستورد، ما تنزل الملح المستورد تحطه في الجمعيه وخلي الجمعيه تربح زي ما الجمعيه بتاخد مني على شكاره الكيماوي مقابل النقل، وللجمعيه عشان الموظفين اللي فيها 2 جنيه الاشكاره، ما تجيب الكيماوي اللي عندك ده الكيماوي المستورد طيب. وحطه عندك في الجمعيه واشتغل، الجمعيه هتربح وهتزيد النسبه بتاعتها والفلاح يستفيد. احنا عايزين نكمل المنظومه الحلوه دي، وحضراتكم رموز للفلاح المصري، بيشوفوكوا دلوقتي وبيسمعوا الكلام اللي بنقوله ده وبيتعلموا مننا. يا ريت والله. انتوا في الفتره السابقه كان في العديد من المراحل مرنا بيها كلنا وشفناكم بتشاركوا فيها بفاعليه كبيره جدا. اولا كتابه الدستور المصري، استفتاء على الدستور، المشاركه في الانتخابات. بعد العيد احنا بنحتفل دلوقتي بالعيد، بعد العيد ان شاء الله عندكم معركه اخرى، معركه انتخابيه، انتخابات البرلمانيه. فيا ريت نسمع من حضرتك ومن الحاج برضو كلمه لاهالينا عن اهميه هذه الانتخابات، وعلى اي اساس يتم اختيار النائب اللي المفروض ان هو هيوصل صوتنا ومشاكلنا للحكومه علشان يبقى في قوانين تخدم المواطن او المزارع المصري. نعم. احنا بنناشد كل جموع الشعب المصري ان احنا عايزين الرجل المناسب في المكان المناسب. احنا قلنا 50% للفلاحين، الفلاح مش هو الفلاح وبس، ده هي كل الطبقه اللي موجوده في البلد دلوقتي
كلها من فلاح مصر، كلها من فلاحين. فعايزين فلاح مصر او المزارع او صاحب الارض الزراعيه او اللي ايده في النار وشايل الهم هو يبقى موجود. عايزين نحط الرجل المناسب في المكان المناسب على اساس ان احنا لما نطلب حاجنا من واحد عشان نطلب اي دعم او اي سياسه زراعيه بالنسبه للفلاح اللي جه صح الرجل، لكن انا لما هاجي اروح في المكان المناسب الرجل المناسب في المكان المناسب. بالنسبه بقى لرؤيه حضرتك، بالنسبه للرؤيه طبعا المرحله اللي جايه دي من اخطر مراحل التي تمر بها مصر، لان انت داخل على تشريعات استكمال دستور وتعديل في بعض بنود الدستور واصدار قوانين تشريعيه تخدم الشعب كاملا. ما كنتش هتختار نواب اقوياء فاهمه وحاسه بنبض الشارع وحاسه بالمسؤوليه، لان دي انت بترسم سياسه دوله كانت منهاره، سياسه دوله منهاره بتطلعها على الطريق السليم. ما كانش عندك نواب، يعني سيبنا من العاطفه وسيبنا من مجاملات وسيبنا من كل الكلام ده، احنا عايزين نواب اقوياء فاهمين يشرع القانون ازاي. انا مش هبص على احنا ما عادش فيه لا نسبه فلاحين ولا نسبه عمال، كلها ايه عاديه، انتخابات عاديه ما عادش فيه نسب، النسب دي انتهت في الدستور الجديد. ان انا عايز ناس فاهمه قانون تشرع لمصلحه الشعب، ما تشرعش لمصلحه الحاكم او لمصلحه المسؤول، لا انا شرع لمصلحه شعبي. نعم، نبض الشارع اشوفه عايز ايه والراجل يكون قوي وفاهم انه بيعمل ايه. انا مش عايز نواب تروح تقعد في المجلس وزي ما بروح وزي ما برجعوا، انا عايز نواب عنده نشاط عنده فكر عنده رؤيه عنده سياسه واضحه، وحط لي برنامجه قبل ما انتخبه وما تعاطفش مع اي واحد. انا بص على اللي هيخدمني فين وهيقدر يتكلم ازاي وهيقدر يوصل المعلومه ازاي اقول على راسي من فوق. نعم، عندنا كمان تحت قبه هذا المجلس عندنا لجان متخصصه، لجنه للزراعه وللثروه الحيوانيه وما الى ذلك. كل هذه اللجان محتاجين انها تؤدي دور مختلف وتطلعنا برؤى مختلفه تماما خارج الصندوق. عايزين رؤى وحلول مختلفة، ابتكارات، عايزين حاجات كتيرة جدا، لأن اللي احنا بنعيشه دلوقتي زي حضرتك ما أشرت وزي الحاج كامل ما اتكلم احنا في أزمة بالفعل، وعشان نحل الأزمة دي لابد من طرق مختلفة، مختلفة تماما عن كل الطرق المعتادة اللي احنا كنا بنمارسها في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني في العصور اللي فاتت. يعني دي مهمة الإعلام. المرحلة اللي جاية دي مهمة الإعلام، احنا بناخد منكم، قناة مصر الزراعية دي عليها كل اللي هيترتب عليه اللي جاي عشان تنشط وتدي الراجل ثقافة. نعم، لازم يكون الفلاح عنده ثقافة عشان يعرف هو هيوصل فين. كل الابتكارات الغير يعني منتهجة او اللي ما تمش التصرف فيه قبل كده او اللي ما جاتش على بال حد، ما احنا بناخدها منكم. نعم، يعني صاحب الأزمة هو من لديه مفتاح حل هذه الأزمة، بناخدها بنوصلها وبنطالب بالنظر فيها، علشان احنا مش بنتكلم بنقول اي كلام كده في الهواء، احنا محتاجين حلول فعلا على ارض الواقع. نعم، هو اللجان دي في المجلس لما تشتغل هتشتغل صح هتريح. لما تكون عندك النايب قوي وفاهم هيريح. انت عندك قطاع الزراعه ده ما هو كذا اتجاه، ثروه حيوانيه، ثروه سمكيه، ثروه داجنه. نعم. يعني جميع الانواع دي. طب النهارده الثروه الحيوانيه والثروه الداجنه نايمة. ليه؟ لأن النهاردة برضو حتى الكتكوت اللي انت بتجيبيه بيزود التكلفة عليك. بتجيبيه من مفارق فاشلة، أمهات مصابة. فبيجي إيه اللي عنده مزرعة جاب 10,000 يموت منهم 4-5. أنا أفتكر إن احنا بنمشي في نفس الطريق القديم، نفس احنا ما عندناش تجديد. كان شركات مصر للدواجن دي رائدة الصناعة، صناعة الدواجن في مصر. شركات مصر للدواجن، الشركة المصرية للدواجن من أعظم الشركات. تيجي النهاردة شركة إسماعيلية كانت من أفخم الشركات، باعوها، خصخصوها، دمروها. طب أنا النهاردة ده قوت شعبي، أتصرف فيه إزاي؟ لازم إحنا متابعين الزراعة المصرية في قناة مصر الزراعية من 3 سنين. والنهاردة إحنا في يعني حملنا رسالة جديدة أو أمانة على لسان رموز الفلاحين المصريين الموجودين معانا، وقالوا ان المرحله اللي جايه او القادمه دي مهمه قوي دور الاعلام ودور او مصر الزراعيه. نعم، احنا بنوعدكم ان في مصر الزراعيه دايما بنقول ان مصر الزراعيه هي منبر لكل فلاح مصري لن يعلو صوتا فوق صوت الفلاح المصري، وبكررها كتير جدا في البرنامج. وبقول لكم
بأيديكم سنعيد مجد الزراعة المصرية مرة أخرى. الحكومة اللي موجودة دلوقتي والإرادة السياسية اللي موجودة عايزة تخدم الفلاح المصري إيمانا بأهمية هذا الفلاح وإيمانا بأهمية إنتاجه للاستقرار في مصر وللحفاظ على أمن مصر الغذائي لتستمر عجلة التنمية والإنتاج. نعم. دي أمانة نتحملها وأنا وإن شاء الله ربنا يعني يعيننا على هذه الأمانة وتوصيل الرسالة. اتفضل يا فندم. هطلب مطلب صغير. احنا قاعدين في برنامج بنسجل. لو احنا هنتكلم مع بعض وهناخد الموضوع وهتاخد مني الحل الحلول وانت بتطلب مني حلول عشان الحلول دي يديني راحتي في البرنامج. لكن البرنامج الخمس دقائق والربع ساعة ده ملوش صنف اللازمة. عينينا لكي يستفيد منه. هو الوقت بطلع. بيجري. أنا بقول والنهاردة على فكرة الزراعية. أنا عايز أقولك بس على حاجة. مش قادر استفيد. عايز استفيد. عايز استفيد. ولازم يكون معانا ناس مسؤولة من وزارة الزراعة من الإرشاد الزراعي من قسم حماية الأراضي. عشان لما نتكلم نعرف نتكلم عشان نوعي الشعب المصري. ونوعي الفلاح المصري. انه يقعد يعرف يشتغل ويعرف ياخد الخطة بتاعته. عارف يا حاج كامل من بنك التنمية والاهتمام الزراعي بالذات حضرتك كنت حاضر معانا انا كنت حاضر معاك يوم الدكتور ايمن فريدة وحسين رماح ورحنا على البنك التنمية والاهتمام. حاج احنا دلوقتي شهر. اللي احنا بنعمله ده بنقول ده فتحة كلام لان احنا قاعدين بنحتفل بعيد الفطر المبارك. ولكن وحضرتك طيب وبصحة وسلامة وكل اهل الاسماعيلية وايضا كمان اهالينا في الشرقية يكونوا بخير. ولكن زي ما حضرتك بتقول لدينا ان شاء الله جلسات وحلقات متخصصة. الحلقات دي ان شاء الله هتلاقي مساحة تتكلم فيها زي ما انت عايز وهتتوصل لكل يعني كل من له قرار وكل من له قلم يمضي كده ويوقع على قرار ان شاء الله هنوصل ده اهم حاجه. عايزين وحضرتك لما تيجي تبصي وانزل على ارض الواقع. نعم. احنا نجهز لك قطاع الثروه الحيوانيه. قطاع الثروه الحيوانيه ندور في مصر بدل ما نجيب من السودان ونجيب من هنا يعني النهارده مثلا قطاع الالبان في الثروه الحيوانيه لان في الثروه الحيوانيه في قطاعات بس نظرا لضيق الوقت والله اعذرونا انتوا بنورتونا وشرفتونا وتحياتنا لكل محافظه في جمهوريه مصر العربيه. احنا النهارده طبعا في استضافه الاسماعيليه والشرقيه بنشكر ضيوفنا الكرام الحاج العمده كامل السويدي من القنطره الاسماعيليه ايضا كمان الحاج محمود رمضان ابو المعاطي من فاقوس الشرقيه. تحياتنا ليكم ونورتونا وشرفتونا. سامح انا الحقيقه بشكرك جدا على طبعا يعني هذا اللقاء لان كنت سعيده جدا وانا يعني وانا بشتغل معاك الحقيقه يعني كان جو مفعم بحاجات كتير قوي. عمل النهارده كلمنا شويه عمل اتكلمنا كمان فن فكان شيء يعني هايل. ان شاء الله نكمل رحلتنا داخل قناه مصر الزراعيه ولخدمه الفلاح المصري بعد عيد الفطر المبارك. ان شاء الله نقدر نقدم المزيد والمزيد وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا سامح. مشاهدينا الكرام كل سنه وانتم طيبين وتصبحوا على الف خير. لقائنا معاكم بكره ان شاء الله. انتظرونا.